لمزيد من التفاصيل بشأن كل هذه التطورات الميدانية في السودان ينضم إلينا الآن من الخرطوم مراسل الحدث عمار أبو شيبة. عمار، تحية طيبة، أهلا بك في هذه التغطية المستمرة ويعطيكم ألف عافية. بداية نقف وإياك على آخر التطورات في العاصمة السودانية. مرحبا. نعم، آخر التطورات هو عمليات القصف المدفع المتبادلة ما بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من المقرات العسكرية وعدد من الجبهات. نتحدثون عن أهم المقرات وأكثرها احتداما للمعارك. قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم قصفت قوات الدعم السريع مستخدمة المدفعية الثقيلة المقر العسكري بعدة قذائف مدفعية من مناطقها بوسط وشرق وجنوب العاصمة الخرطوم. الجيش أيضا كان يرد على مناطق إطلاق النيران بالقذائف المدفعية. استمرت هذه العمليات العسكرية لعدد من الساعات مع دخول الظلام لعدد كبير من الأنحاء. مدينة بحري أيضا شهدت قصفا مدفعيا متبادل ما بين الجيش والدعم السريع بمحيط سلاح الإشارة شمالي العاصمة الخرطوم. مدينة أم درمان قلت فيها العمليات العسكرية خاصة البرية والتي كانت مشتعلة في عدد من الجبهات بمناطق أم درمان القديمة المعروفة بأحياء الموردة والأمراء والعباسية. أيضا ننتقل سريعا إلى عدد من الولايات بولاية النيل الأبيض، حيث أفاد شهود عيان بأن الجيش قصف عددا من الأهداف والمواقع التي تنشط فيها قوات الدعم السريع، والمقصود هنا معسكر عيسى بوشارة بمنطقة القطينة. أيضا هنالك معلومات تشير إلى سقوط أفراد مدنيين جراء عمليات القصف الجوي من قبل الجيش على تلك المواقع. ولاية الجزيرة بوسط السودان تشهد أيضا عمليات نزوح ما زالت مستمرة مع استقرار العمليات العسكرية بعد أن سيطرت عليها قوات الدعم السريع. بالأمس كان هنالك قصفا جويا من الجيش أيضا على عدد من المواقع بولاية غرب كردفان بوسط السودان. تستمر هذه المعارك في عدد من الجبهات بين القصف الجوي والقصف المدفعي سواء في العاصمة الخرطوم أو الولايات. عمار، بما تبقى لدي من الوقت، هل يعني انعكست هذه المعارك على خارطة السيطرة على الأرض في أقل من دقيقة؟ بحسب الخبراء، نعم بحسب الخبراء وبحسب المعلومات الواردة ليس هنالك تغييرا كبيرا في خارطة المعارك سواء حول مناطق السيطرة أو التحرك، ولكن هنالك أحيانا تقدم يكون للجيش في عدد من الجبهات وتقدم عسكري أيضا للدعم السريع في عدد من المناطق. نتحدث عن العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وولايات دارفور ومنطقة أم درمان التي كان الجيش قد تقدم في عدد من محاورها، ومن ثم أيضا تقدمت الدعم السريع في عدد من المحاور بوسط العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة. كل الشكر لك دائما عمار على كل هذه المعلومات والتفاصيل. حدثني من الخرطوم مراسل الحدث عمار أبو شيبة.